بزاف ولي اون طونك فن كار ما كانوش يعرفوه مي دروكا حاليا يا ميم دي زيكول كيفون يديروا دورات يعلموا هذا الفن هذا ولا باين ولو الناس ولو الناس تهتم به اكثر تهتم به اكثر اترافيغ لي زيكسبوزيسيون المعارض تاع الفنانين. ممتاز. طيب سيداتي لما نتكلموا على الفسيفساء لا موزايك يعني نتكلموا على تاريخ عبق التاريخ بكري يعني في حضارات متعدده كانوا يستخدموا هذا الفن في لوحات فنيه في رسم شخصيات عبر قطع اثريه في الاخير تكون لوحه جميله. نعم وراقية. نعم يرجع هذا الفن يرجع دي سيكل اون اريير كيما في ايطاليا لي رومان ايطاليا معروفين في العراق نعم في عده نواحي من العالم وبصح فن قديم بزاف عريق. طيب انت كيفاش حتى رحتي لهذا المجال من الفنون؟ انا في العادة نخدم بزاف بيدي دونك بديت بلا بانتور سور فيغ مي النهار اللي اكتشفت هاد الفن اكتشفته في معرض واثار انتباهي بزاف وحبيته بزاف اي جو مو سوي ابليكي درت دي فورماسيون هنا في الجزائر بالضبط درتي تكوين هنا في درت الجزائر تكوين في الجزائر وزدت درت تكوين في لي بوزار ولا لا 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 في دورات دورات تكوينيه تعلمت تقنيات وزدت درت في الخارج كيلكوز اتيلي تخصصت اكثر هذا فن يتعلم. وشنو خصائص هذا الفن؟ على واش يعتمد اكثر يعني؟ هذا فن يعتمد على لا ديكوراسيون نخدموا به بزاف تاع الحوايج لي زوفر دار اي لي تابلو لوحات. في رايك بامكان اي شخص انه ياخذ هذا الفن بطريقه سهله ولا لازم يكون في حب لازم أكثر؟ يكون في حب نعم الماده هذه والفن هذا باش تقدري تستمري فيه لانه فن تري باسيونون وصعيب شويه في الخدمه تاعو لازم يكون صبر il demande beaucoup de patience et faut avoir de l'amour pour ce نعم كنت تقولي لي يعني امال صديقتي يعني قبل ان تكون ضيفتي انت صديقتي فكنت تقولي لي من قبل انه وانا نمارس في هذه المهنه يعني نحس هي رياضه بحد ذاتها نحس بشعور يعني باحساس غريب. هذه تعاونك باش كاع لو ترافاي مانويل اون جينيرال يعاونك باش تنحي هذاك الضغط اللي رانا نعيشوه في الخدمه نعيشوه برا نعيشوه سي ان جور دو ثيرابي. طيب حتى شفنا لوحات عديده في البيت تاعك يعني البيت بحد ذاته متحف. متحف. طيب امال عرفينا اكثر على الوسائل اللي تقومي بها يعني هي صديقتك خليني نقول. صديقتي نعم صديقتي هنا عندنا في هذا الفن هذا لازم اول حاجه لو سيبور. طيب. نخيروا لو سيبور اللي نخدموا عليه كما شفنا في الروبورتاج نقدروا نخدموا سور بليزيور سيبور سور لا تير كويت سور لو سيمون سور لو بوا فوق الزجاج يمشي فوق انا جربته سور بوكو دو سيبور يعتمد على عنده ادوات خاصه سي دي بانس بليزيور انواع من لي بانس كيما هاد لا بانس لا زاك زاك سي لا بلوز امبورطون هادي هادي لا بانس هادي لازم تكون هادي لازم تكون اللي تقطع الفسيفساء. طيب الفسيفساء كيما رانا نشاهدوا اذا هاي ليك هي احجار قطع نقول قطع سي دي سي دي فراغمون سي دي فراغمون دو نعم من وين تجيبيها؟ هادي نشريوها متوفره في وين؟ عند لي مارشون تاع لو باتيمون داكوغ اللي يبيعوا المواد البناء بناء نعم اذا تجيبيها عادي بطريقه عاديه نقتنيوها من عند ناس وكاين سي دي كاين لا موزايك دو لوكس كاين لا موزايك العاديه كاين لا بات دو فيغ
كما هذه لا ترونسبارونت، هذه سي اون بات دو فيغ نشوفوا فيها فوالا. طيب انت قبل ما يعني عندك تجسيد اللوحه، ما يعني تكون عندك فكره ولا عندك صوره باش تقدري تشري عليها بيان سور هذه الامور؟ بالطبع بالطبع تكون عندك صوره، تكوني سي سكون ابيل دو لانسبيراسيون، توجدي لو سيبور تاعك. يا دي جون اللي يرسموا ا مان ليفي سور لو سيبور، وكاين الناس اللي ما يرسموش ا مان ليفي، يل ريبرودويز لو ديسان تاعهم ا ترافير لو كالك سور لو سيبور. طيب تجسدي اللوحه تاعك عاد تبداي تخدمي في باش نبداو. وكيفاش حتى تقطعيهم؟ يعني صعب حتى في العمل، العمل شويه صعب. يدوموند من داك تاذي روحك احيانا في القص. طيب قبل ما نعرفوا فقط الطريقه، زمان وفي موضوعنا لنهار اليوم دائما فيما يخص صناعه الفسيفساء في الجزائر، تحف من التاريخ تقاوم الاندثار. اذا تعرفنا عن المجال بصفه عامه، وخبرينا عن استراتيجيتك كمختصه وحرفيه في هذا المجال. اذا كان في هناك مستقبلا ربما مدرسه خاصه، لما لا، لتعليم محبي الفسيفساء؟ نعم، انا عندي مشروع فيزيون لوانتين ا لون تيرم، ماشي في الوقت هذا. نعم في انا ديجا جو دون دي كور، راني ندير لي فورماسيون بور دي زيليف ا موا، ولكن المشروع تاعي هو فتح ورشه خاصه بيا انا، ولما لا اون غالري باش نعرض فيها ان شاء الله. لما لا يعني لما لا، دائما نشجع نعرف به الناس. نعم، نحن نشجع كل شخص ايجابي في الجزائر يمتهن، ربما كل على حسب مجاله. ودائما نعم. في اليوم العالمي للشغل نتكلم عن دور المرأة، قبل قليل تطرقنا الى دور المرأة فيما يخص العمران والبناء وهذا المجال المحتكر من قبل الرجال. في الفن ايضا للمرأة لمسة خاصة. نعم، المرأة في الجزائر عندها لومبران تاعها، وعندها لمسه خاصه في مجال الفن. نعم، في كل انواع الفن. نعم، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضورك امال العيمش، حرفيه في فن الفسيفساء. كلمه اخيره. نشكر الشروق على الاستضافه، واللي اتاحت لي الفرصه باش نهضر على هذا الفن. نعم، ونقول لهم صحة رمضانكم.